يلا يا شطورة منك ليها، حطي بذور الكتان على السمسم. ايوه يا حبيبة قلبي، هنحط بذور الكتان على السمسم وهنعمل بيه حاجة حلوة قوي قوي يا بنات، وهتحل لنا اكبر مشكلة بتقابلنا. هنصلي على رسول الله كده، وتعالى اقول لكم هنعمل ايه ببذور الكتان وهنحل مشكلة ايه. هنجيب معلقة حلوة كده من بذور الكتان على معلقة حلوة من الرز، الرز الابيض العادي بتاعنا. هنجيب كده معلقة حلوة من السمسم، ويا ريت يكون سمسم ابيض يا حبايبي، ما يتحمصهوش ولا حاجة، انا عاوزاه على طبيعته كده. وهنجيب كده معلقه بردك من زر الورد. هنجيب كده خلاص كده يا حبايب قلبي، كده هنجيب المكونات الجميله ديت وهنطحنهم في المطحنه. ولاز ديت يا حبيبه قلبي تطحنيهم ناعم قوي، انا عاوزاها تبقى ناعمه قوي. خلاص طحناهم كده وظبطناهم، هنجيب كده حبيبه معلقه من النشا حبيبه قلبي. خلاص كده جبنا معلقه من النشا، هنقلبها تقليبه حلوه كده. المكونات جميله جميله، وهتعملوا بيها حاجه حلوه، وهتحل لكم اكبر مشكله بتقابلكم يا حبايبي. خلاص هنجيب ميه مغليه كده، ولازم تكون ميه مغليه علشان كله يندمج مع بعضه، بذور الكتان مع النشا مع السمسم، ده كله طبعا مطحون وزر الورد. وهنجيب معلقه حلوه كده من العسل كده، وهنقلب عشان تبقى الحاجه كده كامله متكامله كده. خلاص يا حبيبه قلبي، عملنا الماسك الرهيب ده. طبعا السمسم وزيوت السمسم طبعا حلو قوي قوي يا بنات للبشره، والحاجات دي جميله للبشره، كل مكون لوحده تحفه للبشره. المكون ده والماسك الجميل ده بيقفل المسام يا حبيبه قلبي، عشان في واحده متابعاني من بلد الجزائر وقالت لي يا ريت تعملي لي ماسك يكون بيقفل المسام. ده بيقفل المسام خالص، وبيغذي البشره وبيشد البشره وبيشيل التجاعيد وبيدي نضاره وبيدي نعوميه. ده تعمليه مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. عملتيه تغسلي وشك بميه فتره كده، ويا ريت قبل ما تغسلي تفركيه في وشك، هيبقى صنفره حلوه قوي قوي يا حبايب قلبي، وهيرجع بشرتك كده زي البيبي ناعمه خالص خالص خالص. هتعملي وتتهني، ويا ريت بقى تقولوا لي كده انتوا بتتابعوني من انهي بلد، وطبعا يا ريت تنشروا الفيديو ده على قد ما تقدروا يا حبايب قلبي. وكل سنه وانتوا طيبين، وتعملوا وتتهنوا يا حبايب.